الامتياز تمرير جانبية وإن كان الحارس العسكري منهزم ومحاولة إبعاد من طرف اللاعب بالمقدم اللي حاول إني في وضعية إني صعبة للغاية اللي اللاعب بالمقدم كانت صعبة عليه الكرة إني كانت بعيدة نوعا ما وهو يتقدم لإيقاف زحف كرة في اتجاه اللاعب بكاري كوني يحولها خطأ داخل الشباك. إذن التعادل فرحة إني دكة احتياط فريق يعني يتقدمون في هذه اللحظات ليس هناك تسلل أمل الوداد مستقبل الوداد يحمل البسمة يحمل الفرحة هذا هدف الموسم هذا هدف الخلاص في مرماك يا خالد عسكري جيب